السلام عليكم، وحشتوني وحشتني اللايفات بتاعتكم. معلش انا ما عملتش بلوك والله العظيم، انا الايميل بتاعي كان واحد محتل شخصيتي وكان مقفول، بس الحمد لله رجع تاني وكله اتظبط وبقى مية مية تحت السيطرة. احنا مسيطرين ومفيش حد عندي ولا ايه؟ الناس كلها تعمل لها بلوك لسه يا باشا. هو يا باشا هو لسه اليمين مفتوح لسه بيزق. اول واحد اتنين تلاته يا ناس، صباح الجمال. ما استبتش لما انت تفقعني، لا تعمل لي بلوك، لا اوعى تفكر تزعلني، اوعى تفكر تزعلني. انا بحبكم وصباح جميل. انا حبيت اعمل اللايف دوت معايا فريق العمل بتاعي، سامو الارهابي، الولا حمو جمال، معايا دينو، معايا الاداره ياسر ابو جيكا. فريق العمل ده دمار دمار شامل، احذر مني عشان انا لاسع. لا مجنون، بلاش مجنون دي بقى، احذر مني عشان انا لاسع وخلي بالك مني. احلى مسا عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم العيد خلاص. احلى مسا عليكم، مسوا ميسره، بعت لكم تحيه من قلب لبنان وبقول لكم انتظروه قريبا في مصر. موجة امين في الغردقه بيقول لكم انتظروني في الكويت، واللي بيعمل وش غضب ده عيل خرا من الاخر. انا اخش اعمل لك بلوك شهيدتك، مالكش لازمه عندي، لازم اتظرف لك واحد بلوك اخرك. صباحكم عسل، احلى مساء على الناس كلها واحلى ناس في الدنيا. حمو بيكا بعت لكم تعامل من قلب اسكندريه. واوعك تحتل شخصيتي عشان التفاهم، هدمرك عجيبك، هدمرك انا، هدمرك. السلام عليكم. طبعا ده بقى خراج وانا كنت فاتحه، في ناس زيطه في الزيطه وتقول لك انا عورت بيكا. لا يابا، انا الحمد لله يابا وشي يابا ده خراج، ومحدش عارف يعورني في وشي، ولا اخصام ولا تطار ولا دمار. كل واحد يخليه باله من نفسه، وربنا يستر عليكم وعلينا. كل سنه وانتم طيبين.